عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدي الكرام، التواصل يستمر والتحديات تستمر على أرضية هذا الميدان، ميدان رماحة. جميع انطلاقاتنا موفقة بعون من الله وتوفيقه ومتابعة جيدة من اللجنة المنظمة لهذا الميدان. ننطلق مع شوط القعدان الصعوب، الشوط الأول للقعدان الصعوب. ننطلق مع حملول عمر بن راشد بن سبت، ينطلق في البداية، بينما المركز الثاني القادم أيضا حملول عمر بن راشد بن سبت قادم في ثاني الأسماء، وثالث الأسماء الوصل والقادم شعار رقم 41 منذ من واقع الشعار لم يدون معانا في هذا السجل، بينما رابع الاسماء شاهين هادف بن خليفه بن سالم قادم في رابع الاسماء. هكذا هي النتيجه لهذه الاسماء لهذه الشعارات، ولكن الصداره البدايه الانطلاق حملول 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 عمر بن راشد بن سبت ينطلق ويقود هذه الاسماء في المركز الاول والمركز الثاني. نفس الشعار دافع باكثر من اعتاد شعار بن سبت. الله، وشوف القدوم شعار هادف بن خليفه بن سالم مع شاهين في ثالث الاسماء، ولكن حملول 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 حملول. الله 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 يا النزاع، الله يا الحركة يا الحركة في الأمتار الأخيرة. شعار عمر بن راشد بن سبت وشعار هادف بن خليفة بن سالم، المعركة القوية، ولكن ولكن شعار عمر بن راشد بن سبت ينطلق مع حملول في المركز الأول والمركز الثاني. الله 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 يا أبو راشد، مشكور يا ابو راشد، مشكور على هذا الانطلاق في المركز الاول والمركز الثاني. المركز الثالث شاهين لهادف بن خليفه بن سالم، في ثالث الاسماء، ورابع الاسماء شاهين لسعيد بن مسعود النيادي. هكذا هي النتيجه لهذه الاسماء لهذه